الآن من مدينة غازي عنتاب بالجنوب التركي ينضم إلينا يوسف الملا الباحث في المساعدات الإنسانية بصندوق قطر للتنمية. سيد يوسف مرحبا بك، شكرا للانضمام إلينا. عدت لتوك اليوم حسب ما اطلعت من المناطق شمال سوريا التي تضررت بشكل كبير من هذا الزلزال. أود أن أسألك من خلال مشاهداتك المباشرة حجم الكارثة التي ألمت بالشمال السوري، وأيضا هل المساعدات التي وصلت أو بدأت تصل هل تفي بالغرض؟ أولا أشكرك أخوي على الاستضافة. ثاني شيء، التركيز حاليا كان على تركيا من البداية، لأن حجم المناشدة من عند سوريا كان أضعف مبدئيا، وحجم المناشدة كان أكبر على المستوى التركي. الناس كلها تدخلت في تركيا وأسعفتهم، ووصل العدد إلى فوق 60 دولة للإسعاف، ومنهم يعني الدول الأوروبية ودولة قطر أسهمت في هذه المساعدات، والسبب أن هي الحاضنة الأكبر للأزمة السورية. طبعا الأزمة السورية الناس تسكرت المعابر بسبب ضغط مثل ما أنتم قلتوا من عند الحكومة هناك، أن هي أغلقت المعابر ومو فتحتها كلها. حجم الاحتياج كبير جدا وصعب الوصول للناس. الهلال الأحمر القطري عندنا أيضا يقدم إغاثات ومؤونات كبيرة بالنسبة لهم، لكن الوصول للناس صعب، المناشدات صعبة، الاحتياج عالي، عندك الأطفال صعب الوصول لهم، خاصة أن نقاط التواصل مفصولة عنهم نهائيا. يعني على سبيل المثال أنت على الكبار في العمر ممكن أنك تتواصل معهم، أو ممكن أنك تجدهم، أو هم عارفين العناوين وغيرهم، لكن أنك تشوف أيتام أو أنك تشوف صغار لا عندهم لا مأوى، ولا يدرون وين أهلهم، ولا يدرون هم من وين طالعين، ولا من وين جايين، ولا ايش اللي حاصل، حتى يعني صعب يستوعب فكرة الزلزال على نفسه هذه. وحجم الاحتياج جدا 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 كبير في الشمال السوري، وخاصة عقب صعوبة الوصول اللوجستي، يعني وخاصة انها اغلقت المعابر، وغير انها اغلقت المعابر المطاعم وكل شيء، كل شيء يعني كان مسكر، غير انه صعب الوصول لاي شيء، حتى تم اخلاء المباني، والناس اضطروا انهم يسكنون، حتى يعني احنا ما نتكلم عن الضعوف، نتكلم حتى عن الناس اللي كان وضعهم زين اضطروا انهم يسكنون برا، فما بالك بالناس الضعوف اللي ما عندهم لا مأوى ولا عندهم اكل ولا عندهم الملبس ولا الكسوة هذه اللي استاذ يوسف، يعني كما تتفضل حضرتك يعني بتوصيف الوضع، هو صعب جدا في هذه الايام الراهنة، ولكن التقديرات تقول بانه سيتكشف حجم اكبر للمأساة خاصة في الشمال السوري وطبعا في المناطق التركية، ولكن نظرا لما ذكرته لصعوبة الوصول إلى المناطق السورية ستكون هناك حاجة طويلة الأمد. فحضرتك يعني تعمل في الإغاثة، كيف ترى ممكن أن يضغط بطريقة أو بأخرى لاستمرار فتح معبر باب الهوى أو إضافة معابر أخرى لتستوعب كل هذه المساعدات التي تأتي من قطر ومن دول عربية أخرى لتصل إلى الشمال السوري؟ هو ربي لك الحمد، وسائل الضغط بدأت تنجح وتم فتح المعبر لدخول المساعدات، لكن ضغط المساعدات حتى أنه كبير في الدخول له وفي التوزيع، لدرجة أن المعبر ما لحق يعني على دخول المساعدات، والمساعدات واقفة على الأطراف فيها. الاحتياج بدأ يقل، لكن في احتياج كبير هناك بسبب البرد مثل ما ذكروا، وبسبب اللي هو انهدام البيوت، وبسبب انقطاع الامدادات. الاحتياج وصل الان الى الخيام، وصل الى مواد التنظيف، وصل الى مواد النظافه اللي هي تحافظ على الصحه البدنيه للانسان. الاخوان في الهلال الاحمر وقطر الخيريه ما قصروا في التوزيعات، ومستمرين حتى بكره ان شاء الله راح يكون في توزيعات على عدة مخيمات من قبل الهلال الأحمر. أيضا بيكون عندهم كادر طبي، الكادر الطبي وصل إلى عنتاب اليوم، وبكرة إن شاء الله بيكون في الداخل السوري للإسعاف لهم.
يوسف الملا الباحث في مساعدات الإنسانية بصندوق قطر للتنمية، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك.